إذا تواصل فرق الإنقاذ في المغرب عمليات الإغاثة والبحث عن مفقودين تحت الأنقاض. بالتزامن مع ذلك تستمر عمليات فتح الطرق الجبلية المؤدية إلى القرى النائية وسط مخاوف من انهيارات صخرية جديدة. هذا وتقوم طائرات تابعة للجيش المغربي بإسقاط مساعدات على القرى الجبلية النائية التي يصعب الوصول إليها عبر المركبات. تحت.